اضافات ممتازه وجيده جدا وجات في وقتها في مكان المناسب. يعني افتكر خان الصنع العاب دائما هاي كان مفتقده لكذا سنوات عده. افتكر عثمان ميسي باجتهاد منه مع المدرب ولازم هو يجتهد ممكن يعمل فيها نظام يعني نقول نسبه 70-80%. نعم احنا كنا فاقدين النهايه ما في صنع العاب. نعم. الشيء الثاني فعلا هو ذكرت المدافع عمر مصر شهادته في مباراه المنتخب يعني قبل بلا حسن ورشحته انا قبل ما قلت يعني المفروض يسجل في فرق القمه. نعم. صراحه. والدفاع زي ما ذكرت الدفاع افضل خانات الهلال تقريبا الدفاع. نعم دفاعكم مليان وما في كلام ما في 2-3 صراحه. نعم. اللعيبه القدام زي ما تفضلتوا نمسان نزار وبش الصغير وديل يبغوا يراجعوا نفسهم قبل ما حد يراجعهم. لازم يراجعوا نفسهم مستوياتهم هذه ماشي في تدني شديده وانا ممكن اكون زوران اثر فيهم لكن برضو انت كنت لاعب كوره مهما كان المدرب ما لم اشرك يعني يتهد انت يتهد خليك يعني جاهز يعني انا بعرف اللعيبه الواحد يتمرن تمارين خاصه له غير تمارين المدرب. نعم. عشان لما يحس مستواه انه ماشي نازل ده لاعب كوره فينا لاعب محترف انت لاعب ريال باعتبارك لاعب محترف ما يحتاج انا واحد حد يقول لك مثلا اتمرن او ارجع لمستواك او من شيء من هذا القبيل.